تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، بداية أسبوع جميل إيجابي ونيس والجو رائع برا. ورحب فيه، رحب فيكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة النور دبي. في بداية هذا البرنامج أول شيء أرحب معاي بالمخرج أيمن ساحل أبو نوح صباح الورد، معاي في التنسيق نجاة سويدي صباح الورد يا نجاة، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله نكون معاكم على مدى تقريبا ساعة إذاعية، نسولف نطرح لكم الدراسات الجديدة، نتناقش مع ضيوف وزائد ناخذ في ملاحظاتكم آراءكم شكر شكوى ايش تحسون تبون تشاركونا معانا ويتعلق بالخدمات الصحيه في دبي بشكل خاص وفي الامارات بشكل عام، فتواصلوا معانا على 600-551414 والرسائل النصيه على 4006. نروح لدراستنا في البدايه، نقول صراحه الله دراسه جميله، هالدراسه اليوم الكل بيحبها، يوم الاحد وهالدراسه تمشي مع الاحد. وجد علماء أن تناول ما يصل إلى 4 فناجين من القهوة يوميا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون. ياس ما طلبت قهوتي، يطلبوا لي قهوة بسرعة، كوبين اليوم دبل دبل شوية تطلبوا لي. حلل الدراسة استمرت 24 أسبوعا تأثير القهوة على 126 رجلا وامرأة يعانون من زيادة الوزن في سنغافورة. سنغافوري مثال ما في، ما حد يعني كلهم ما شاء الله زنبتيكات، بس بعد سبحان الله ممكن يكون عندهم بس ما نعرف. طلب العلماء من نصف المشاركين اللي هو 126 شخص، أوكي خذوا نصهم، طلبوا منهم المشاركين هذين من الصين وماليزيا أو من الهنود الآسيويين شرب 4 فناجين من القهوة يوميا، أما النصف الآخر فقد شرب مشروبا يحاكي مذاق القهوة لكن خالي من الكافيين. وجد فريق البحث في نهاية الدراسة أن أولئك تناولوا 4 أكواب من القهوة الغنية بالكافيين يوميا على مدى 6 أشهر شهدوا انخفاضا في نسبة الدهون في الجسم بنحو 4% مقارنة بغيرهم. معدل الدراسة الدكتور ديريك جونستون ألبرت من قسم التغذية في كلية تي تشان في جامعة هارفارد يقول فوجئنا حقا بفقدان الوزن الملحوظ الذي يرجع بشكل خاص إلى فقدان كتلة الدهون بين الذين يشربون القهوة، وزعم الكافيين يؤدي إلى تكثيف عملية الأيض مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وانخفاض الدهون الملحوظ في الجسم. وأكد الدكتور ألبرت أنه على الرغم من اعتقاد بعض الناس بأن تناول 4 فناجين من القهوة يوميا يشكل خطرا طويل الأجل على الصحة، فإن هذا المستوى من الاستهلاك كان ضمن المعايير الحالية. طبعا أريد أأكد للناس اللي تحب تشرب القهوة كل شيء باعتدال زين. الدراسة تقول أن خفض نسبة الدهون كان بنسبة 4%، 4% يعني أريد أقول ما في زر سحري يا جماعة بيساعد في إنقاص الوزن أو يقلل الشهية أو يحرق الدهون، 4% فكان في فرق واضح بس مجرد 4%. طبعا احنا لازم نساعد القهوة، ما نسوي نفس سالفة الشاي الأخضر اللي الناس الله يحفظهم تاكل الخضر واليابس وبعدها تشرب فنجان شاي أخضر تتوقع ان شاي أخضر رح يحرق هذا اللي اكلته. لا طبعا بارك الله فيكم، نتوازن في الطعام ونشرب القهوة، إذا تحبون القهوة تشربونها، طبعا نبتعد عن إضافات القهوة يعني الكافيين، مثلا تشربون قهوة مع حليب ما علي، بس اسبانيش لاتيه بيستاشيو لاتيه وهذا هذه كل هذه العائلة الكريمة هذه ابتعدوا عنها لأنها غنية
بالسعرات الحرارية. راح نروح إن شاء الله الحين إلى أسماء الجناحي، راح تقولها ما حد ما هو جديد السوشيال ميديا، بعدين أرجع إلى رسالة اليوم. صباحك وردي يا أسماء. صباحكم نور وسرور دكتورة عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور البيت. وعليك حبيبتي، تفضلي يا أسماء. شوي ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. الهيئات الصحية في الدولة حاليا قاعدة تقوم بنشر المعلومات الصحيحة والصحية الخاصة بفيروس كورونا الجديد. فنحن نتمنى من الجميع أن ما يأخذون أي معلومات من أي مصادر ثانية غير ويرجعون للمصادر الرسمية اللي هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية. فإذا في أي معلومات راح يتم وضعها في حساب الوزارة والحسابات الصحية الثانية. فنتمنى الناس يعني شوي ما تروح للإشاعات اللي قاعدة تصير أو هذا، لأنه يعني مصدر رسمي قاعد يعطيك المعلومات كلها من مصدر رسمي. فهي يعني بس كنا نحب نلوه في بداية اللقاء. أيضا من ضمن الأشياء اللي إحنا كنا حاطين في قنوات التواصل الاجتماعي وأخبارنا هي انطلاق المؤتمر الدولي للخبراء في مجال الطب التجديدي والشيخوخة، وهو كان واللي يقام برعاية وكان بحضور الشيخ أحمد بن دلموت جمعة آل مكتوم، وهذا بالتعاون مع هيئة الصحة بالبيت. أيضا من ضمن الأشياء أن اليوم نحن في كل أحد ينزل ملحق هيئة الصحة بدبي مع البيان في جريدة البيان، فاللي يحبون يقرونها ورقيا يروحون يشترون البيان الصحي راح يكون الملحق موجود، واللي يحبون الإلكتروني يشوفوا حسابات من قنوات التواصل الاجتماعي حطينا لهم الرابط. ممتاز. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: النجاح ليس فقط في الوصول إلى هدفك، ولكنه في مسيرتك نحو هذا العمل وفي جودة العمل الذي قمت به. وانتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك، نهارك سعيد. عندنا الحين رسالة اليوم. رسالة اليوم تتحدث عن الحديث الأكثر انتشارا عن فيروس الكورونا. رسالة اليوم تقول: ما هي طرق انتقال فيروس الكورونا وكيف يمكنني حماية نفسي؟ طبعا أسماء ذكرت، وإحنا نريد نشدد على نفس الموضوع اللي هو توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. توصي بالتالي: تفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية كالسعال والعطس، تجنب الحيوانات حية أو ميتة، طبعا أسواق الحيوانات والإسطبلات هذه نوصي إن الناس شوية تبتعد عنها في الفترة، غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 دقيقة 20 ثانية على الأقل، واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء. طبعا نبتعد يا جماعة عن الأماكن المزدحمة، يعني ما نصير في وسط الزحمة تلاقوا الناس يعطسون ويكحون، الناس مرضى، نبتعد شوي عن الزحمة. لكن غير هذه الأمور طيبة، لا تخافون، وأهم شيء أهم شيء ما نسهم في نشر الشائعات. أي معلومة أنتم مو متأكدين منها اتصلوا، عندكم خدمة طبيب لكل مواطن، اتصلوا على 800-342 رقم هيئة الصحة، ونزلوا تطبيق هيئة الصحة بدبي، بتلاقون من تفتحون التطبيق خدمة طبيب لكل مواطن تسجلون فيها وتاخذون موعد عن طريق الهاتف. بعدين وقت ما يجي الموعد تدخلون على التطبيق، ما تتريون الدكتور يتصل فيكم، الدكتور ما راح يتصل، انتم تدخلون على التطبيق تفتحون النافذه تبتدي الاستشاره مع الطبيب، اسالوه. ولكن لا تسمو في نشر الاشاعات، خلينا نكون مجتمع واعي اكثر، ما ينشر اشاعات مغلوطه او كلام مغلوط او ننشر شيء احنا مو متاكدين منه. الافضل دائما نستقي المعلومات من مصادرها الأصلية. نرجع للدراسة اللي كانت تقول عن القهوة. في كثير من الناس تعتمد على شرب القهوة كوسيلة من وسائل سد الشهية. طبعا شرب القهوة ممكن يقلل من شهية الإنسان، يحس واحد عقب ساعتين وثلاث ساعات أنه ما له نفس أنه يأكل. لكن نوجه الناس أن ما يعتمدون على هذه الطريقة بشكل دائم. ليش؟ شو اللي يسوي بعد فترة؟ أجسامنا ترى ذكية جدا، بعد فترة الجسم راح يحس إن أنت قاعد تيوعى، دخل في مجاعة، بالتالي يوقف حرق الدهون. هذه معلومة وايد مهمة، لازم وايد ناس كلنا تكون عندها المعلومة. لو أنا جوعت الجسم راح يحس إن هي مجاعة وراح يوقف حرق الدهون، لأنه ما يعرف متى راح تجي الوجبة التالية. فأرد أقول يا جماعة الاتزان والتوازن
في الأكل، في الأكل، في الرياضة، في غيرها، كله يساعدنا على وصول وزننا المثالي والمحافظة عليه. ودائما نحط ببالنا أن عملية إنقاص الوزن هي عملية إنقاص والمحافظة على الوزن هي عملية مستمرة. يعني لا أقول والله أنا خلال شهرين لازم أنزل وزني كامل، هذه الأهداف قصيرة المدى هي اللي تنتج عنها نتائج سلبية. حطوا هدف معقول، مثلا خلال 6 أشهر بنزل مثلا 15 كيلو، هذا هدف جدا 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 معقول. وليش نقول احنا نخلي هدف معقول؟ لان احنا نشوف الناس في العيادات لما يحطون هدف كبير في مده قصيره يجونا بعد فتره عنده بوادر اكتئاب، ان انا ما قدرت احقق اللي انا ابغاه. بالتالي يصير واحد من اثنين، يا انهم يسيرون في درب اللي هو تجويع الجسم وشرب الشاي والكوفي والغير والاشياء اللي يروج لها انها تساعد في انزال الوزن هالمنتجات، او يصير العكس الى رد فعل عكسي يتم ياكل اكثر ويزيد وزنه اكثر. فما نبى نوصل هالمرحله، نبى ننزل وزننا واحنا بصحه واحنا بسعاده ونحافظ عليه. فنزول الوزن التدريجي هو اللي بيحافظكم، هو اللي بيساعدكم انكم تحافظون على نزول الوزن هذا لفتره طويله، وفي نفس الوقت تستمتعون فيه، وان شاء الله نوصل الوزن اللي احنا نبى من غير امراض ونكون بصحتنا عشان نستانس بهذا الوزن الجديد. احنا راح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل راح نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600، بقول رقم شوشة دائما الناس تقولي دكتورة تقولي رقم سرعة، 600-551-4414 والرسائل النصية 4006. راح أروح لفقرة التغذوية. اليوم الفقرة تتكلم عن الوقاية من الأمراض عن طريق تقوية الجهاز المناعي. يعني شو الأكلات اللي ممكن نأخذها تقوي جهاز المناعي؟ وأعتقد هذا موضوع الحين يعني يهتم فيه شريحة كبيرة من الناس. معانا الأستاذة سهى نوفل، راح تقول لنا ما هي الأكلات تساعدنا في تقوية المناعة للوقاية من الأمراض. صباحك ورد أستاذة سهى. صباح النور والسرور، أهلا دكتورة ندى. أهلا فيك، خبرينا شو الأطعمة اللي تساعد في تقوية المناعة للوقاية من الأمراض؟ إن شاء الله. طبعا صحة الإنسان هي أغلى ما يملك، ولابد من الحفاظ على هذه الساحة وحمايتها من الأمراض اللي بتمر علينا، خاصة إحنا هلا في موسم الطقس عم بتغير، فأكثر عندنا الأمراض، الفيروسات، النزلات البردية في هذا الموسم. ففرصة إنه الإنسان يقوي جهاز المناعة عنده، فزي ما درهم وقاية خير من قنطار علاج. فمن أهم، أنا راح أتطرق بما إنها الفقرة التغذوية راح نتطرق لأهم الأغذية والمشروبات اللي بتزيد عندي وبتعزز من جهاز المناعة. وهي مواد جدا سهلة وبسيطة ومتوفرة ممكن بأغلب البيوت. نبدأ بالفواكه الحمضية. الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، اليوسفي، هذه الفواكه تحتوي على فيتامين سي. فيتامين سي هو يساعد في تعزيز مناعة الجسم وقدرته على محاربة العدوى من الأمراض. إضافة الفواكه الحمضية عندنا الكيوي، التوت الأزرق، البابايا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ألف ومضادات الأكسدة اللي بتعزز عنا وتقوي من جهاز المناعة. فمن ناكل ربة البيت عشان تشجع أطفالها على تناولها، خاصة الأطفال لأنهم بيطلعوا على المدارس بيطلعوا من جو دافئ إلى جو بارد، تعطيهم سلطة الفواكه في فترة العصر مع عصير البرتقال فوقها، فهذا بهيك تعزز عندهم من جهاز المناعة لأنها تعطيهم فيتامين ألف وفيتامين سي خلال اليوم. عندنا من الأطعمة الأخرى البروكلي، والبروكلي يحتوي على فيتامين ألف أيضا وفيتامين سي وفيتامين ها اللي عالي جدا وعالي أيضا بمضادات الأكسدة. عندنا لا ننسى الثوم، الثوم بالإضافة إلى فوائده المتعددة لأنه يعتبر برضه مصدر جيد وغني جدا بمضادات الأكسدة ويحتوي على الكبريت. الثوم عندنا مع الروب، الروب طبعا زي ما الكل بيعرف أو الزبادي بيحتوي على البكتيريا المفيدة، وهذه البكتيريا بتساعد وبتحفز الجهاز المناعي للمساعدة على محاربة العدوى. فمن الممكن يكون عندنا على مائدة الغداء سلطة الروب مع الثوم، هي ممكن تحطيها خيار وتضيف الثوم لها، فهي بتشجع بالتالي الأطفال على تناولها وكل أفراد الأسرة على تناولها. بتعزز من جهاز المناعة من خلال اليوم سلطة الفواكه في فيتامين سي وفيتامين ألف، الروب مع الزبادي، أخذت البكتيريا، أخذت مادة الكبريت من الثوم، عززت جهاز المناعة،
للأطفال عنا. المشروبات ممكن الأطفال طبعا، لأنهم الكبار ممكن يحصلوا على الشاي الأخضر في الفيتامينات، في مضادات أكثر بنسبة عالية لتعزز وتقوى عندي جهاز المناعة. الشاي ممكن بدل ما نشرب كاس كوب الشاي من غير ما نحط عليه أي شيء، نضيف الزعتر كمنكه، الميرانية، الريحان. هاي الثلاث أعشاب مهمة جدا وجدا جدا تفيد وتعزز من الوقاية من الأمراض. تعتبر مضادات حيوية منزلية سهلة، أيضا مضادات حيوية ضد البكتيريا المصاحبة لكثير من العدوى اللي بتيجي عن طريق الجهاز التنفسي. ممكن ربة المنزل برضو، إحنا نعطي الأشياء السهلة في البيت تتداول. عندنا إعداد أي طبق تضيف بعض البهارات التي تعتبر منذ القدم وما زالت حتى وقتنا الحاضر وتستخدم في كثير من المستحضرات حتى الطبية. هذه البهارات تستخدم عند الطبخ مثل القرنفل اللي يسمونه المسمار، الكركم. هذه البهارات جدا جدا مهمة وتحصل فيها على مضادات أكسدة وبتقوي لنا جهاز المناعة لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى إضافة البصل والثوم هاي والروزماري دبس الرمان. هاي لما تنضاف هي لا ما حتغير من نكهة الطعام، لكن أنت أخذت منها الفائدة لجميع أفراد الأسرة. بالنسبة للأطفال ممكن الأم تحضر العصائر داخل المنزل، مثلا تحط عصير تفاح مع البرتقال مع الجزر. هذه العصائر زي ما حكينا، هذه الفواكه فواكه حمضية تتركز فيها فيتامين سي وفيتامين ألف. فإذا أعطيت الطفل عصير سي هاي المركزة فيه هذه الفيتامينات، وبالتالي يساهم هذا في رفع جهاز المناعة، بدل ما يتناول العصائر الجاهزة اللي فيها نسبة سكر عالية، بدل ما يتناول المشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات. نعم. الحرص كمان إذا كان ملاحظة قدر المستطاع في هاي الفترة، قدر المستطاع عشان نخفف من الحلويات، احتوائها على السكر الأبيض. السكر الأبيض يخفف من المناعة. إحنا نحصل على إذا الحلويات نبدأ من العسل الطبيعي، نخفف من هذه الحلويات. الحرص الدائم على شرب المي وترطيب الحلق، ترطيب الجهاز الهضمي بشكل دائم، حتى ما نخلي مجال لأي فيروس إنه أو بكتيريا إنها تتم في الجسم فترات طويلة. فباستمرار الماء بيغسل، بيعمل عملية الغسيل في جسمنا. هذه النصائح التغذوية اللي ممكن تكون سهلة في متناول أيدي الجميع. الأم من خلال إعداده للطبق الصحي، نفس الطبق هذا اللي بهي العدة تدخل فيه هذه الأمور الصحية على مائدة الغداء أثناء الإعداد للطبق في فترة العصر، وهم الأطفال عم يدرسوا طبق سلطة الفواكه، عم بتعزز في جهاز المناعة عند الأطفال من غير ما يعني يكون فيه، لأنه أنت إذا بتقدمي أحيانا تفكيره خذ هذا عشان كذا الطفل بيرفض، الأولاد بيرفض هذا النصيحة. نعم. أنت بتقدمي لهم إياها بالطريقة اللي تكون مباشرة وغير مباشرة، لكن بأسلوب حلو بأسلوب جديد بحيث أنهم يتشجعوا أنهم يتناولوها. طبعا لا ننسى بعض النصائح العامة مثل التعرض للشمس، لأن الشمس تعطينا فيتامين د، وفيتامين د مهم جدا لتعزيز المناعة في الجسم. أخذ قصة كافي من النوم، لأن النوم برضو بيأثر عنا على جهاز المناعة وعلى إنعاش القلب وإنعاش الجسم. لما الإنسان نام فترة كافية الجسم كله وعمليات القلب بتكون مستقرة وتعمل بانتظام. الابتعاد عن التدخين والمدخنين، الابتعاد عن التوتر قدر المستطاع والضغوطات. فكل هذه الأشياء تساعد على تحفيز جهاز المناعة عندنا في الجسم وتقوي جهاز المناعة، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذة سهى نوفل أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، هالمداخلة بخصوص الوقاية من الأمراض عن طريق تقوية الجهاز المناعي. شكرا لك دكتورة أستاذة سهى. شكرا. من الفقرة التغذوية رح ننتقل إلى فقرة أخرى، رح نتكلم عن موضوع أوكي الضيف الحين مو جاهز، ما في مشكلة. موضوع تقوية المناعة عن طريق الطعام، نعلق على المعلومة اللي عطتني إياها أستاذة سهى. طبعا كثير من الأمهات، وهذا مو بس الحين ترى، هذا على مدى السنوات، دائما الأمهات قبل ما يدخل موسم الإنفلونزا دائما الأمهات تقولنا كيف نقوي مناعة عيالنا. طبعا بشكل عام نتكلم عشان ما نعقد الأمور على الأمهات، تقوية المناعة يا جماعة دائما يكون عن طريق التغذية السليمة.
شوية التغذية السليمة، يعني أن الطفل يأخذ العناصر الغذائية المختلفة، الفيتامينات، الحليب، الكالسيوم، اللحوم، الكربوهيدرات وغيرها عشان تكون صحته جيدة. في للأسف في كثير من الأمهات في هذا الزمن يعتبرون الطفل اللي يسمونه احنا نسميه بيكي ايتر، او بالعامية احنا نسميه الاكل صعب او ما يعجبه العجب، دائما الأمهات يستخدمون المصطلح، يعتبرون شيء عادي، انه عادي الطفل ما يحب ياكل هالاشياء. في امهات يجون العيادة عيالهم ما ياكلون اي نوع من انواع البروتينات، لا لحم لا سمك لا دياي ولا نوع. على شو عايش؟ على عيش وشرب. على شو عايش؟ عايش على المعكرونة. على شو عايش؟ عايش على الاندومي. زين منو قال يا امهات ان هذا شيء طبيعي؟ منو قال انه عادي ان الطفل في عمر ما يكون يال، ترى ما يكون الطفل صغير وايد، يكون عمره 4 أو 5 سنوات، انه ما ياكل ولا شيء من المنتجات الحيوانيه او البروتينات اللي موجوده؟ يعني اتوقع هذا الطفل شو راح تكون مناعته وشو راح تكون صحته لما هو ما ياكل اي شيء من هذه الاكلات؟ الامهات دائما يعتمدون يقول لك والله بس دكتوره وزنه طبيعي. الوزن مو بالشيء الاساسي، مو هو الانديكيتر او الدليل الوحيد انا عندي ان هذا صحته زينه او لا. ممكن هو ياكل كميات تخلي وزنه طبيعي، لكن العناصر الغذائيه المختلفه ترى ما يحصل عليها. لازم يكون عندنا وعي اكثر بهذا الموضوع. والحين حتى اخصائيين التغذيه يعني وايد يعطون اهتمام لموضوع تغذيه الاطفال. حتى في اخصائيين تغذيه يشوفون اطفال من عمر سنه ونص، بهذا العمر الصغير، يشوفون كيف يعني ممكن تروحون تستشيرون بخصوص التغذية، وكيف ممكن نحببه في الأكل، وكيف ممكن نعزز صحته عن طريق بعض المكملات الغذائية، أو شو التغييرات اللي ممكن نسويها في غذاء الطفل عشان تكون صحته أفضل. ترى يا جماعة إحنا كل شيء نسوي لعيالنا في الصغر هو عبارة عن استثمار، نفس ما إحنا توفرون في البنك نفس الطريقة، نحن نستثمر في صحة أبنائنا من الصغر. وأنا كطبيبة وكأم ما أعتقد في طفل ما يحب كل أنواع الأكل. وأنا أقول لكم من مواقع تجربة شخصية، اكتشفت أن الطفل لما يكون وايد صعب في الأكل أو ما يأكل كثير من الأكلات، يكون الأم ما تأكل أو الأم ما تقعد تأكل معه. هذا وايد من الحالات اللي مرت علينا في العيادة ومن تجارب شخصية من الناس حواليني. الطفل ما يأكل لحم، ما يأكل دياي، لما تستفسر تكتشف أن الطفل يخلوني نسمع المساعدة روحه يتغدى، أو الأم روحه ما تأكل لحم ودياي في البيت. يعني الله يكرم النعمة جزء منهم ما تحب تاكله. احنا لا اراديا ننقل هذه الرسائل لعيالنا، يعني لو نحط قدامنا صحن لحم او ديات تشوف تقول لا 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 ماكل ماكل ماكل، او يتغير ملامح، تتغير ملامح وياها. اطفالنا يلقطون هذه الرسائل بطريقه غير مباشره، تراهم وايد اذكياء. وايضا الاطفال اللي يتركون ان ياكلون روحهم مع المساعدات، ليش ما نقعد كلنا كعائله على الطاوله وكلنا نتشارك في الاكل؟ في البدايه راح يرفض. والله يخليكم وقفوا الاجهزه اللوحيه على مائده الطعام، شلوها تماما. ما في شيء اسمه جهاز لوحي وكل واحد قاعد على تلفونه او على ايباده على طاوله الطعام. شلوا هذا تماما، اجعلوا من وقت الطعام وقت للاسره، تكلموا معاهم. في خضم الحياه الحين والدنيا زحمه، والاهل والام والابو بالعاده يداومون لساعات طويله، والمدارس اوقاتها طويله، احيانا ما نلقى الوقت الكافي نحن نجلس ونسولف مع عيالنا. استغلوا وقت الطعام، تفتحون نفس بعض مثل ما يقولون. الام والابو يحسون الاطفال بوجود عائله محبه، اسمعوا شكاويهم، حببوهم في الاكل. ترى يا جماعه في النهايه المساعده، ترى مثل ما امي دائما تقول الله ما يعور على الياهل، لانه مو في امه كلا كلا ما كلا كيفه، وبتلاقيه مع طول تقولش والله ما يبى ياكل. إذا طبيعي ما يبي ياكل، ترى تحطون الاكل قدامه وتخلونه حليل الياهل، قعدوا معاه واكلوا معاه. الاكل ضمن طاوله الطعام مع العائله، انا بدون دراسه، ما في داعي اسوي دراسه عليه، انا متاكده انه يحسن اكل الطفل بنسبه كبيره، لان الام والابو معاه يحس بالحب، يحس بالاهتمام. ها ماما كل حبيبي قطعه، انا شوي وانت شويه، شو رايك اذوق من هذا؟ هذا كله ترى مسايس لعيالنا عشان ياكلون احسن. فهذه رساله الامهات، اول شيء وقفوا الاجهزه اللوحيه كلها على مائده الطعام، وقفوها، قعدوا كعائله قدر الامكان. ما بنقول شيء تعجيزي كل يوم، قدر الامكان. ما استوى على الغداء لانه طبعا دوام مدارس طويل ودوام الام والابو طويل، على الأقل على العشاء يسوا معاهم، سولفوا معاهم، شجعوهم ياكلون، حببوا لهم الأكل عشان عيالنا تكون صحتهم أفضل ويعيشون بصحة وسعادة. إحنا نطلع إن شاء الله حين فاصل، وبعد الفاصل نكمل صحة وسعادة.
صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 6005551414 ورسالة نصية على 4006. من بين المبادرات والمشروعات المهمة التي تنفذها هيئة الصحة بدبي تأتي مبادرة healthbooking.com التي تمثل أحدث النظم الذكية المعمول بها في العالم في مجال حجز المواعيد الطبية. نتكلم عن المبادرة وتسليط الضوء على أهميتها. يسرنا يكون معانا اليوم الأستاذ علي عبد الوهاب رئيس قسم الاتصال في هيئة الصحة في دبي. صباحك ورد أستاذ علي. صباحك الله بالنور والسرور. مرحبا دكتورة. أهلا فيك. صباح على مستمعي برنامج صحة وسعادة ونتمنى لهم التوفيق. الله يسلمك. شكرا لك. أستاذ علي نتكلم أول شيء شو هي مبادرة healthbooking.com؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه مثل ما تفضلت هي وحدة من المبادرات اللي هي ذكية فعلا. اليوم نتكلم عن مبادرة هي تقريبا مثلها مثل booking.com اللي هي حجز الفنادق، لكن هني هذه منصة لحجز المواعيد. المواعيد طبعا هذه للقطاعين الخاص وأيضا القطاع العام. عدد كبير من المستشفيات وعدد كبير من الدكاترة وأيضا عدد كبير من التخصصات موجودة تحت سقف واحد في دبي هيلث بوكينج. يعني اليوم وفرنا نحن على المتعامل أنه يدخل على بدل ما يسوي تليفون أو يزور المركز أو مستشفى معين، يقدر اليوم عن طريق التليفون وعن طريق الآب يدخل ويشوف المواعيد اللي هي موجودة والدكاترة والتخصصات اللي هي موجودة ويحجز فيها وفي أي وقت هو يبغي يعني. نعم. شو المستشفيات المراكز والمنشآت الصحية الموجودة في هيلث بوكينج؟ نعم، هي طبعا موجودة في المستشفيات اللي هي تتبع حكومة DHA كل المستشفيات وأيضا كل مراكز الرعاية الصحية الأولية. ممتاز. وبالنسبة للخاص حاليا نحن عندنا رقم جيد والرقم هذا في تزايد، لأن نحن مثل ما بدينا هذا التطبيق في شهر 3 السنة اللي طافت رمينا عدد كبير من المستشفيات والعيادات الخاصة، والعدد هذا طبعا في تزايد، وخاصة بعد مشاركتنا في معرض الصحة في أبوعلي طاف كان فيه إقبال كبير من القطاع الخاص للانضمام في هيلث بوكينج. تقريبا عندنا اكثر عن 600 طبيب حاليا، اكثر عن 600 طبيب من القطاع الخاص تحت دبي هيلث بوكينج بمختلف التخصصات طبعا. ممتاز. شو التخصصات الطبيه المدرجه حاليا اللي واحد يقدر يحجز المواعيد معها؟ كل التخصصات موجوده القطاع الخاص اليوم. اي حد في القطاع الخاص لو صار اي مستشفى او اي عياده في القطاع الخاص يقدر يحجز اي موعد يبغي. اي موعد سواء عيون قلب أسنان إلى آخره، تخصصات كلها مدرجة موجودة. لكن في القطاع نحن عندنا في القطاع العام عندنا نحن نقدر نحجز التخصصات اللي هي فقط ما تحتاج تحويل. يعني مثلا طب الأطفال، طبيب عام، الأسنان، هذه الأشياء اللي ما تحتاج تحويل نحن نقدر نحجز فيها اللي هي في القطاع العام. ممتاز ممتاز. حين واحد يبا حين تطبيقه مفعل طبعا لو واحد يبغى يستفيد من التطبيق نقول من الخطوات مثلا من وين ينزله وكيف التسجيل فيه والخطوات هذه. نعم طبعا يدخل في البدايه ينزل متعامل التطبيق هذا، هو طبعا موجود مثل على الموقع الالكتروني وتطبيق والاثنين نفس الشيء نفس الخطوات بالضبط. ممتاز. فقط انه يوم بينزل المتعامل التطبيق على التليفون يدخل DHB دبي هيلث بوكينج وينزل التطبيق عنده. ممتاز. يقدر يسجل، والتسجيل يكون في نوعين من التسجيل عشان بس المتعاملين يكونون في الصورة. نوعين من التسجيل، في تسجيل متعامل يحمل بطاقة صحية لإمارة دبي. ممتاز. هذا يقدر يسجل عن طريق البطاقة الصحية ويدخل البطاقة الصحية والبريد الإلكتروني ورقم التليفون. ف
فيربط على طول على نظام سلامة المربوط بدبي هيلث بوكينج، فيتعرف على هذا المتعامل اللي هو ردي يمكن يكون عنده ملف موجود في هيئة الصحة، عنده بعض الأمور موجودة، فيتعرف عليه على طول ويقدر من خلال يعني يتابع المركز الصحي اللي هو يتبع له. نعم. يضيف لي في التطبيق هذا. والثاني طب للمتعاملين اللي ما يملكون أو ما يحملون البطاقة الصحية اللي تابعة لإمارة دبي، يقدرون طبعا ينزلون التطبيق هذا ويسجلون أيضا عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. فهذا طبعا المتعامل ما يقتصر للمتعاملين الموجودين في دولة الإمارات، أيضا من خارج الدولة يقدرون ينزلون هذا التطبيق ويتعاملون معه. فيطلع لي يعطي من يدخل رقم التليفون والإيميل يوصل الـ OTP على البريد الإلكتروني. نعم. خلال OTP يأخذ الرقم يفعل الحساب ويقدر يحجز عن طريق ويقدر يدخل على دبي هيلث بوكينج ويختار الأشياء اللي يبغاها. طبعا مثل ما تفضلتي دكتورة يمكن تقولي كيف نحن كيف الخطوات اللي يبغيها. فالخطوات كيف خطوات الحج؟ خطوات الحج بسيطة جدا، محرك بحث موجود في التطبيق. يدخل من خلال محرك البحث يسجل طبعا يختار باسم الطبيب، باسم المنشأة الطبية، باسم التخصص، تطلع للتخصصات هذه كلها اللي موجودة أو المستشفى، اختار مستشفى معين، يدخل ويدق على المستشفى، يطلع المستشفى أسامي الدكاترة كلها موجودة تحت، يدخل على اسم الطبيب معين يبغيه، يدخل عليه، عقب ما يدخل عليه يقول له تاريخ، يعطي تاريخ الموعد، تاريخ اليوم يعني 17-18 وتفر. نعم. عقب يطلع لتحت تطلع للأوقات المتاحة، يباها مورنينج، يباها أفترنون، إيفنينج، يعني فلنفرض اختار اليوم الموعد كان تاريخ 2-2 يباها كان فترة الصباحية المسائية، يقدر يختار. عقب يسأل سؤال الموعد لمنو، ليش؟ لأن هذا التطبيق اليوم لو أنا نزلته أو أي شخص ينزله يقدر يضيف في هذا التطبيق أمه وأبوه والزوجة والأبناء. فيسأل سؤال لمن الموعد، السؤال هذا طبعا التطبيق متوفر باللغتين العربية والإنجليزية طبعا. ممتاز. فيدخل يختار الشخص المعني بالموعد، عقب يسأل شو سبب الزيارة، سؤال سبب الزيارة، فهل عقب ما يدخل سبب الزيارة فيطلع له تطلع له معلومات، مثلا يدخل سبب الزيارة تطلع له معلومات الدفع، انت اليوم يوم بتسير مثلا المستشفى هذا او العياده هذه انت بتدفع كاش ولا بتدفع بالبطاقه. ممتاز. فعشان المستشفى يكون على علم ان هذا الشخص كيف بيدفع، ففقط عقب يطلع له ريفيو، في الريفيو على الديتيلز اللي يدخلها، هل يرد يشوفه هل بيغير شيء ولا صح اللي دخلها كامل، عقب كونفيرم يوصل ايميل اس ام اس بالتذكير، وايضا يوصل اس ام اس قبل الموعد بساعه، واخيرا نبعث له لينك تقييم من هيئه الصحه في دبي يقيم لنا زياره هذا المكان اللي راح فيه. ممتاز. ممتاز. استاذ علي، بس لو ممكن نفسر للمستمعين شو الفائده راح تكون للمستمع او المتعامل لو استخدم هذا التطبيق؟ نعم، الحين هذا التطبيق بالضبط وهذا اللي نحن نتكلم عنه اليوم، هذا التطبيق نحن نبغي المتعامل يستفيد منه في سرعة الحصول على الخدمة وسهولة الوصول للخدمة. مثال اليوم أضرب مثال بسيط، متعامل بيجي البلاد عقب أسبوع ما عنده، يمكن ما عنده فكرة عن اللي ما جاي دبي وما عنده فكرة شو المستشفيات وين أسير، لو أنا بتخصص معين يقدر من هناك يشوف شو التخصصات الموجودة، هذا الدكتور اللي موجود وهذا الطبيب مثلا شو تخصصه شو الشهادات اللي يحملها وإلى آخره المعلومات. نعم. يقدر تعرف عليها. أيضا اليوم أنا في أوقات معينة للمستشفيات، أنا ما أقدر مستشفيات خاصة مثلا ما أقدر أنا أخذ فيها مواعيد، لازم حضور شخصي أو أن أنا أسوي تليفون في أوقات معينة أوقات العمل. اليوم لا، التطبيق هذا متاح 24 ساعة، المواعيد اللي هي متاحة لأكثر من شهر قدام، يقدر المتعامل يعني بسهولة يختار الموعد، وحتى لاختيار المواعيد هذه ما أنتظر أنا أشوف يعني هم يعطوني المواعيد المتاحة صح. التليفون أو الناس في المستشفى، لا أنا أشوفها موجودة قدامي وأختار حسب الوقت اللي يناسبني أنا. سهولة
الحصول على الخدمه وسرعه الحصول على الخدمه. هذول اهم شيئين في دبي هيلب بوكينج، ونتمنى الكل ينزل هذا التطبيق ويستفيد منه، وبالفعل بيكون في فرق شاسع يعني بين الحد حد المواعيد عن طريق هذا التطبيق وعن طريق الزيارات للمستشفيات او عن طريق الاتصال. ممتاز. شكرا لك استاذ علي عبد الوهاب رئيس قسم الاتصال في هيئه الصحه بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص تطبيق healthbooking.com. شكرا لك، نهارك سعيد. طبعا ما شاء الله الهيئه قاعده تدخل التكنولوجيا والتكنولوجيا الذكيه في كل المجالات، في حجز المواعيد مثل ما شفتوا دبي هيلث بوكينج، عندنا تطبيب عن بعد مع طبيب لكل مواطن. فأنا أشجع الجميع أن يستفيد من هذه الخدمات الإلكترونية الذكية اللي توفر عليكم الوقت والجهد، تدورون باركينج، تترون الدكتور، في وايد خدمات تتحول إلكترونيا تدريجيا. طبعا الطبيب سيظل موجود في العيادة، ما في غنى أن يكون الطبيب موجود في العيادة عشان نفحص المرضى وعشان يكون تواصل مع الطبيب مباشرة، لكن بعض الحالات ممكن يتم علاجها من غير يعني تقديم النصيحة الطبية لها من غير الحضور إلى العيادة شخصيا. فحنا نبغى نتوجه لهذه الفئة اللي تبى استشارة، تبى تطلب تطعيم، تبى تقرأ نتائج تحاليل، تبى تطلب تحاليل، إذا ما يتوجهون للعيادات ويقعدون يضقون في الزحمة والباركينج ويترون دكتور، اتصلوا على طبيب لكل مواطن 800-342 عشان تحجزون موعد. وطبعا طب الأسرة أيضا تم تطبيق نظام مواعيد فيها، ممكن تحجزون موعد أيضا عن طريق دبي، عن طريق healthbooking.com التطبيق اللي ذكره الأستاذ علي عبد الوهاب، أو عن طريق رقم الاتصال 800-342. رح ننتقل نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع مرتبط بكل شيء تكلمنا فيه اليوم وكذا مرة قلنا في صحة وسعادة. هي دراسة نشرت في جريدة البيان، الدراسة تقول 80% من الأمراض مرتبطة بأسلوب الحياة. أكدت دراسة تشيكية في التشيك هذه السويد، ارتفاع عدد المرضى، عدد الأمراض التي يمكن للإنسان أن يتجنب الإصابة بها في حال ابتعاده عن العوامل التي تتسبب بها، مثل قلة الحركة والتعرض المستمر للتوتر وتناول المواد المدمنة ونوعية الطعام غير الصحي. أكد الدكتور بافل روبون الذي عدد دراسة أن ما بين 70-80% من العوامل التي تتسبب بنشوء الأمراض ترتبط بنوعية حياة الإنسان وتصرفاتها. 70-80% يعني حط لكم فقط 20% جينات حق الناس اللي عندها تاريخ مرضي قوي للسكر والأمراض المزمنة الأخرى، ولما نقول لهم التزموا بالنظام يقول الدكتورة تشيتشي بييني ترى عمي عنده وأبوي عنده ويدي عنده. 20% جينات، 80% أسلوب حياة. فالدكتور يقول ان 70-80% من العوامل التي تتسبب بنشوء الامراض ترتبط بنوعيه حياه الانسان وتصرفاته، ما يعني ان الانسان يمتلك حيزا واسعا لمنع نشوء هذه الامراض في حال امتلاك الاراده والعزيمه للتصرف بشكل جيد، لا سيما ان المجالات واسعه لتنفيذ ذلك. واشار ان الامراض المعديه لم تعد ومنذ فتره طويله ان الامراض المعديه لم تعد منذ فتره طويله العدو الرئيسي للامراض والمرضى. الامراض المعديه مو بالعدو الرئيسي، لان التقدم الذي احرزه في الطب وعمليات التطعيم ضد مختلف الامراض جعل اصابه مثل هذه الامراض في تراجع، غير انه حلت مكانها الامراض غير المعديه او نسميها بامراض الحضارة المعاصرة، الأمر الذي يمثل إثقالا ليس فقط على القطاع الصحي وإنما على اقتصادات الدول. طبعا نمط حياتنا يا جماعة يأثر في صحتنا بشكل أكبر ما إحنا نتوقع، خصوصا قلة الحركة. وأنا أقول لكم أنا أدري أن أحيانا مع نمط الحياة اللي احنا عايشين فيه يعني الزحمة ممكن واحد يحس انه ما يحصل وقت خلال جدوله لممارسة التمارين الرياضية. هذه نصيحة لكم بسيطة، احنا لما نقول مارسوا تمارين رياضية ما نعني ابدا ادفعوا بيزات وسيروا جم، ما نعني هذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الممشى موجود في كل فريج،
كل فريج في ممشى، فقط استثمر تكرمون في جوتي رياضة. هذا كلام قلناه أكثر عن مرة. استثمر في حذاء رياضي. روحة الممشى أنا أشوفها أسهل وأخف من روحة النادي الرياضي. ليش؟ لأنه ممكن تروح الممشى بثيابك العادية، ثياب قطنية، فقط كنت تكرم لابس جوتي رياضة، بإضافة الممشى قريب من بيتك، يمكن حتى في كثير من الحالات حتى الممشى ما تحتاج تاخذ سيارة، وممكن روحتك للمم يعني روحتك للممشى وردة منه تعتبرها جزء من الرياضة أو التسخين قبل ما تسوي الرياضة الأساسية. وغير هذا ما يكون مرتبط عندك بميزانية، أنا ما عندي أدفع للجيم هالشهر، أنا ما عندي أدفع للمدرب هالشهر، مجانا. وغير شي الممشى فرصة تصيرون أنتو وعيالكم يتمشون وتشمون هواء النقي، تتعرفون على الناس، تشوفون الناس اللي يتمشون، يعني تتحسن نفسيتكم حتى مع التمشي. والأجواء ما شاء الله ما شاء الله الحين رائعة، أهم شيء طبعا نتدفى زين ما زين، نسير نتمشى ونغير جو ونمشي عيالنا ونحسسهم أن ممارسة التمارين الرياضية شيء أساسي. انزين بعد أقول لكم أسهل من شيء، ما عندكم وقت أو ما في ممشى حذاكم، في البيت مارسوا رياضة في البيت، مشي، امشوا في الحوي حوالين بيتكم لفتين ثلاث لفات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اذا عندك انت ميزانية تشتري جهاز، بشرط راح تواظب على الجهاز، اشتري جهاز واظب على الجهاز، ما يحتاج جيب حبل، نط على الحبل، كم يكلف الحبل؟ شوفوا كل هذه اساليب ممكن تساعدنا ان احنا ندخل النشاط الرياضي في يومنا. ودائما خلي النشاط الرياضي يشمل العائلة كلها، انتوا وعيالكم، يساعد انه انت اول شيء تتنشط، ثاني شيء تعم روح انه هو الرياضه شيء اساسي وانه لازم كنا نتحرك على كل البيت. فهذه رساله في نهايه برنامجكم صحه وسعاده اليوم، لازم نتحرك، لازم نقي نفسنا من امراض العصر، من الامراض اللي احنا نجيبها بنفسنا، يعني احنا نجيبها بنفسنا حق نفسنا. الجينات 20%، نمط الحياه 80%. فنتحرك، نوازن في اكلاتنا، ناكل احنا نبغى ناكل بكميات. هذا المخرج يقول لي اي مسرحية دكتوره، خلص الوقت خلص الوقت خلص الوقت خلص الوقت. انا امدحك الاسبوع اللي طاف قلت خليني اسولف، يقول الحين سولفي. فهذه فقط نصيحه ان نحن بايدنا طبعا بعد اراده الله احنا نقدر نمنع، او ما بنقول نمنع، نقلل خطر الاصابه بامراض المزمنه بايدنا بالحركه والتقليل من الطعام او تناول نمط حياه صحي او وجبات موزونه. احنا وصلنا لنهايه برنامجكم دقيقه لما نسلم على الجمهور ونشكركم. وصلنا لنهايه برنامجنا برنامج صحه وسعاده، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعه الاذاعيه، وان شاء الله استفدتم من مواضيعنا اللي نطرحها. عندكم اي موضوع حابين ان احنا نطرحه في صحه وسعاده، طبعا مجالكم مفتوح، تواصلوا على الاس ام اس او تواصلوا معنا باكر ان شاء الله صحه وسعاده، اقترحوا الموضوع اللي حابين نتكلم فيه. شكرا لك ايمن سرحير، شكرا لك نجات كنتوا معي اليوم، فريق العمل، وشكرا لي فريق الإعداد والتنسيق اللي موجودين في هيئة الصحة بدبي لإعدادهم حلقات فقرات صحة وسعادة كل يوم والتنسيق مع الضيوف. يعطيكم ألف ألف عافية. محدثتكم دكتور ندى الملا كنت معاكم اليوم. إن شاء الله إن شاء الله أنا بلتقيكم إن شاء الله الثلاثة باكر، إن شاء الله بتكون معاكم زميلتي عائشة. فإلى أن ألقاكم إن شاء الله يوم الثلاثة، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.